كان قد الثوم يكون طيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الرجل مضغة، إن في الرجل مضغة إذا صحت صح لها سائر جسده. إذا صحت صح لها سائر جسده، وإذا سقمت سقم لها سائر جسده. الحديثين وردوا لحلية الأولياء لأبي نعيم: إن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، إن في الجسد مضغة إذا صحت صح لها سائر جسد. كل جسم يستقيم، القلب دركسيون، القلب دركسيون الجسد هو القلب. فإذا وجهته نحو الصالحات كل الدنيا تزللت لك، وإذا وجهته نحو غير الصالحات تعسلت الدنيا كلها. كثير عم بستغرب، كثير من الناس مساكين عم يشكي بهالأيام ضيق وشدة وفقر، ما بقى في شغل، أغلقت المحلات، ما بقى هذا. هلا كل الناس عايشين هالحال، هذا في واحد عايش هالحال لكن ما له متأسس، في واحد عم يندب بالليل والنهار، في واحد بده يشنو حاله، واحد بده ينتحر، واحد يا أحبابي. الله، لا إله إلا الله. من عرف الله ذلت الدنيا بين قدميه، من عرف الله ذلت الدنيا بين قدميه، ومن نسي الله أعرضت الدنيا والآخرة عنه، أعرضت الدنيا والآخرة عنه. فإذا بدك الله الدنيا تجي لحالها يا ابني. كسؤال لكم كلكم من الجامعة، الله عز وجل يبارك فيكم ويوفقكم، الدنيا ملك مين؟ ما اسمك؟ ملك الله. وانت؟ انت ملك مين؟ ملك الله. فإذا أنت ملكت الملك، ما بملكك ملكه؟